هتنط؟ نط انت الاول. طب تمام. انت لو كنت بتتمرن ظهر كويس ما كانش زمان ده اللي حصل. قول لي ازاي. طيب بص يا سيدي، التمارين اللي ساعدتني اني ما اموتش زيك كده، اول تمرين سحب بالبار، المسكه واسعه عشان تستهدف الظهر العلوي وتقف كده وتنزل بالراحه، بعد كده سحب على الجهاز والمسكه واسعه برضه، واخر تمرين للظهر العلوي التي بار وثبت صدرك على الجهاز كويس. اول تمرين لللاتس سحب امامي، وتاني تمرين سحب ارضي والعب كل ايد لوحدها، واخر تمرين لللاتس بالحبل وارفع ظهرك سنه وانت بتسحب الوزن ونزله تاني وانت بتنزل الوزن، وفي الاخر مجموعتين قطنيه على السريع، انزل بالراحه واطلع بسرعه. طب خلينا نعيش ونجرب تاني.